بسم الله. درس الأعداد الحقيقية لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الحصة الثالثة، الموسم الدراسي 2015-2016. وقفنا في الحصة الماضية عند التمرين التطبيقي التالي، يلا نشوفوا الشكل. بداية سنرسم القطعة EF، طولها 2، إذن هي هذه القطعة EF، نسميها EF، طولها 2. ثم ننشئ زاوية قائمة في الرأس او، غادي ناخذ المنقلة، غادي نحدد قياس الزاوية 90 درجة، هي ثم نأتي بها إلى الرأس او، ثم نخرج القلم فننشئ زاوية قائمة على دنها. إذا الآن سننشئ الضلع الثاني للمثلث اللي هو الضلع او جي، هكذا. طول هذا الضلع هو العدد 1، نسمي الرأس جي. إذا الآن سنحسب طول الوتر، غادي نلونه بلون مغاير، مثلا لو الأخضر. إذا قلنا طول طلع جي هو 1 وطول طلع اف هو 2، إذن كيف سنحصل على طول طلع أو طول الوتر اف جي؟ بطبيعة الحال باستعمال مبرهنة فيثاغورس المباشرة. هذه المبرهنة تقول ماذا؟ نعم، إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية في الرأس O، فإن ماذا؟ نعم، فإن EF أس 2 زائد EG أس 2 تساوي ماذا؟ فعلا تساوي FG أس 2، وبهذه الطريقة سنحصل على طول الوتر FG. نقوم بذلك. عندنا EFG مثلث قائم الزاوية في رأس O، إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة فإن EF أس 2 زائد EG أس 2 يساوي FG أس 2، أي 2 أس 2 زائد 1 أس 2 تساوي FG أس 2، أي 4 زائد 1 تساوي اف جي اس 2. مربع 2 هو العدد 4، و 4 زائد 1 تساوي فعلا 5، و 5 تساوي اف جي اس 2. إذن ماذا يمثل العدد 5 بالنسبة لاف جي؟ صحيح، العدد 5 هو مربع اف جي. أعيد، العدد 5 هو مربع اف جي. إذن اف جي وماذا بالنسبة لخمسة؟ صحيح، إذن FG هو جذر مربع العدد 5، سنكتب ذلك. إذن FG يساوي جذر مربع العدد 5، وهكذا توصلنا إلى طول الوتر. متفقين؟ نشوفوا الشكل، هو هذا الشكل ديالنا. إذا الآن نعرف أن طول الوتر FG هو جذر مربع 5. طبقين، إذا المسافة بين النقطة F والنقطة G هي بالضبط جذر مربع 5، بالرغم من أن جذر مربع 5 طبيعته عدد، كيف هو؟ صحيح، عدد لا جذري. طبقين، ومع ذلك طول القطعة FG هو بالضبط جذر مربع 5، وهذا ما سنستفيد منه بالنسبة للسؤال الموالي. صغرت شوية المثلث
باش نخلي واحد المجال فين نرسم القطعة ام ان. اذا القطعة ام ان التي طلب مني انشاؤها طولها هو جذر مربع 5 زائد 2. اذا بداية سننشئ نصف مستقيم هكذا، اصله النقطة ام. اذا بقت لنا الان تمثيل النقطة N بحيث المسافة MN تساوي جذر مربع 5 زائد 2. العوامل المساعدة لذلك هو الشكل الذي نراه الآن، أي المثلث EFG يحتوي على الطول جذر مربع 5. إذا غادي ناخذ البركة اللي هو هذا وغادي نقيسوا هذا الطول، أو ناخذ المسافة بين F و G هي هذه. اللوحة الإلكترونية أعطتنا تقريبا 2.25، هذه قيمة مقربة للعدد جذر مربع 5. إذا غادي ناخذ هذا القياس هكذا، ثم نخرج القلم ونضع أثر للقوس هكذا. إذا النقطة التي حصلنا عليها هنا مسافتها بين المسافة بينها وبين M هي بالضبط جذر مربع 5. نسميه مثلا النقطة A. نقطة A. إذن المسافة بين M و A هي العدد جذر مربع 5. تقين كما ترى أخذناها باستعمال البركة من المثلث EFG، بالضبط خذناها من الوتر FG. إذن بقى لنا العدد 2. العملية بسيطة، غادي نعاودو ناخذو البركار والعدد 2 عندنا هنا في الشكل، هو المسافة او اف هاي. شتي حتى اللوحة الإلكترونية عطاتني 2، شتي لاحظتي هنا التوافق بين هذه المسافة واللوحة الإلكترونية. إذا غادي ناخذو هذه المسافة هذه ثم نضيفها هنا، تقين. إذا في رأيك أين توجد النقطة N؟ يلا ضع عليها الأصبع ديالك، فين كاين النقطة N؟ بحيث المسافة MN تساوي جذر مربع 5 زائد 2. صحيح مكان النقطة N هو هذه النقطة التي أشرت إليها هنا، هذه النقطة هو مكان النقطة N، سنسميها N. إذا المسافة بين A و N هو العدد 2. إذا نأخذ اللون المغاير، إذا المسافة بين M المسافة بين M و N أي المسافة MN هي مجموع المسافتين الأولى اللي هي جذر مربع 5 هي المسافة MA هو العدد 2. طبقين وانتهى، نواصل الدرس. يلا الآن خذ دفتر البحث وارسم محورا دي و اي، اي مستقيم دي مدرج بواسطة الزوج او اي. افصول او هو ماذا؟ نعم افصول او نقطة او الاصل هو صفر، وافصول اي وماذا؟ واحد. يلا مثل عليه النقط A ذات الأفصول جذر مربع 2 و B ذات الأفصول جذر مربع 5 وأخيرا C ذات الأفصول جذر مربع 10. يلا قم بهذا العمل سأنتظرك. صافي انتهيت، يمكن أن تشوفه الآن صحيح. يلا على بركة الله. يلا نشوفه المحور. إذن كما ترى هنا رسمت مستقيم دي أو إذا شئت مدرج بواسطة الزوج أو إي. إذن هنا تنبدأ بالصفر ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم في الجهة اليسرى ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة. إذن نبدأ بالنقطة A ذات أفصول جذر مربع 2. كما تعلم جذر مربع 2 هو عدد لا جذري. لإنشاء النقطة ذات الأفصول جذر مربع 2 نحتاج إلى مثلث قائم الزاوية كما قلنا ذلك سابقا، ورشفنا هذه الوضعية في الدرس.
هذا المثلث القائم الزاوية طول الضلع الأول فيه المحادي للزاوية القائمة يساوي كم؟ نعم يساوي واحد، وطول الضلع الثاني المحادي للزاوية القائمة بالفعل طوله يساوي أيضا واحد. إذن طول الوتر سيكون هو ماذا؟ فعلا طول الوتر سيكون هو جذر 40. يعني إذن غادي نرسمو زاوية قائمة في نفس الشكل، ها هي نخرج القلم ثم ننشئ زاوية قائمة على لنا تقين. إذن هنا عندنا زاوية قائمة. إذن الآن غادي ناخذ المسافة واحد أو الطول واحد، ها هو، ثم نستعمله في هذه الجهة لكي نحصل على المثلث الذي نريد. إذا الآن نبرز الوتر اللي هو هذا، تقين. إذا طول هذه القطعة هي طول هذه القطعة وبالضبط جذر مربع 2. إذا غادي ناخذ هذا القياس بواسطة البركة، أي طول الوتر ها هو. طلعت اللوحة الإلكترونية أعطتنا 1.41 يقيم مقربة. إذا غادي ناخذ هذا القياس هكذا، ثم ننطلق من أصل المعلم اللي هو النقطة O ونرسم قوسا يقطع المستقيم D في هذه النقطة التي سأشير إليها الآن، هي هذه. هذه النقطة A وفصولها هو جذر مربع 2. تقين. نمر الآن إلى النقطة B ذات الأفصول جذر مربع 5. جذر مربع 5 بحاس حين واحد التمرين حول جذر مربع 5 للحصول عليه نحتاج إلى مثلث قائم الزاوية. طول الضلع الأول فيه هو كم؟ نعم هو 2، وطول الضلع الثاني المحادي للزاوية القائمة هو 1. هذا المثلث موجود في الشكل، خصنا غير نحددوا التفاصيل ديالو. نبين رؤوس هذا المثلث، غادي نستعمل لون مختلف حتى تسهل العملية. إذن غادي ناخذ نقطة O مع هذه النقطة وهذه النقطة الثالثة، هي سأشير إليها هنا هذه. إذن كاين ثلاثة نقاط اللي غادي ناخذ، النقطة الأولى هي O، ثم هنا النقطة التي ترتبط بالعدد 2، وهذه النقطة الموجودة هنا. إذن الوتر سيكون هو القطعة التي طرفها هذه النقطتين، هذه النقطة مع هذه النقطة. نرسم هذا الوتر. هذا هو الوتر. إذا لاحظ هذا المثلث الذي أشير إليه، طول الضلع الأول فيه محدد الزاوية القائمة هو 2، وطول هذا الضلع هو 1. إذا طول الوتر هو جذر مربع 5. بإمكانك أن تستعمل مبرهنة فيثاغورس للتأكد من صحة هذا الأمر. تقين. إذا هذا الطول يساوي جذر مربع 5. إذا نأخذ البركار الآن، ثم نحدد هذا الطول بواسطة البركار هكذا، ثم نأتي إلى أصل المعلم ونرسم قوسا تقطع المحور في هذه النقطة التي سأضعها هنا. إذن هنا توجد النقطة B، نقطة B وأفصلها جذر مربع العدد 5. تقين. قتلنا الآن النقطة C. نقطة C ذات الأفصول جذر مربع 10. للحصول على قطعة طولها جذر مربع 10 نحتاج إلى مثلث قائم الزاوية كالعادة، نطبق عليه مبرهنة فيثاغورس. يلا، هذا المثلث طول الضلع الأول فيه المحادي للزاوية القائمة سيكون كم؟
صحيح سيكون مساوي لثلاثة، وطول الضلع الثاني يساوي كم؟ فعلا يساوي واحد. أجي نحسبوها شفويا، ثلاثة أس اثنان تساوي كم؟ فعلا تساوي تسعة، وواحد أس اثنان، نعم وواحد أس اثنان تساوي واحد، وتسعة زائد واحد تساوي كم؟ 10 بالفعل. إذا طول الوتر هو جذر مربع 10. للحصول على هذه القطعة أمرها بسيط، إذا غادي ناخذ ثلاثة ديال النقط. أنا غادي نستعمل مرة أخرى لون مختلف، شوفوا شي لون بحال اللون الذي يميل إلى الأصفر. نشوفوا نقطة أو كنقطة أولى، هي وضعت عليها علامة صفراء، ثم ناخذ هنا هذه النقطة غادي نضع عليها علامة صفراء أخرى، ثم هذه النقطة هي ولو أنها لم تظهر جيدا هي هذه، ثم نأخذ القطعة التالية. إذا المثلث الذي عندنا هنا يستجيب للشروط التي ذكرت قبل لحظات. هذا المثلث الذي رأسه أو القائم الزاوية في الرأس O، دائما استعملت هذه الزاوية في جميع هذه الوضعيات التي سأقوم بتمثيل نقاطها الآن. إذا هذا المثلث طول هذا الضلع فيه هو واحد، وطول هذا الضلع هو ثلاثة، إذا طول الوتر هو جذر مربع 10، وبإمكانك أن تثبت هذا الأمر بالبرهان. إذا غادي نعمل واحد السام لهذه الوضعية. إذا هذه القطعة التي ترى الآن طولها هو جذر مربع 10، سنأخذ هذا الطول بواسطة البركة، هو ثم ننطلق من أصل المعلم، ثم ننشئ قوسا من دائرة مركزها أو. إذا النقطة التي حصلنا عليها هنا قريبة من ثلاثة هي النقطة سي، وأفصولها هو جذر مربع 10. وهكذا تمكنا من تمثيل النقاط الثلاث A و B و C، بالرغم من أن أفاصيلها هي أعداد لا جذرية. متفقين؟ نبقاو مع نفس الشكل ونستفيد منه أكثر. يلا الآن أنشئ النقطة A أولى مماثلة A بالنسبة لـ O. أعيد، أنشئ A أولى مماثلة A بالنسبة لـ O. شفنا في السنة الماضية التماثل المركزي. إذن ما هي مماثلة، أين توجد أولى مماثلة أ بالنسبة لأو؟ يلا قم بذلك في دفترك، يلا سأنتظرك. يمكن لك توقف تشغيل الفيديو حتى تقوم بهذا الإنجاز. بعد الانتهاء من أولى مماثلة أ بالنسبة لأو، غتمثل ب أولى مماثلة ب بالنسبة لأو. أعيد، ثم تمثل ب أولى مماثلة ب بالنسبة لأو، وأخيرا تمثل سي أولى مماثلة سي بالنسبة لي أو. إذن عندك ثلاثة نقاط اللي غادي تنشئ، أ أولى و ب أولى و سي أولى، كلها مماثلات أ و ب و سي على التوالي بالنسبة للنقطة أو. صافي انتهيت، يمكننا نبدأ. نعم، أي أداة سأستعمل لإنشاء أ أولى؟ بالفعل سنستعمل البركة. أو إذا غادي ناخذ طول أو أ، ثم ندرجه في الجهة الأخرى. إذا هنا توجد النقطة أ أولى، تبقي هيا غادي نوضعها، غادي نستعمل نفس اللون اللي استعملته سابقا تقريبا. إذا هنا توجد النقطة أ أولى. إذا العدد الذي سنضعه هنا سيكون هو ماذا بالنسبة لجذر مربع 2؟ شو لاحظ، بحال عندنا هنا واحد، هنا عندنا ناقص واحد، هنا عندنا اثنان، هنا عندنا ناقص اثنان، هنا عندنا ثلاثة، وهنا عندنا ناقص ثلاثة. إذا أفصل نقطة أ أولى سيكون هو ماذا؟ صحيح سيكون هو مقابل العدد جذر مربع 2، بحال كي شفنا بالنسبة للأعداد الجذرية في السنة الماضية. ها؟
افصل النقطة، أولا سيكون هو مقابل جذر بعيد، يعني والذي نرمز له هكذا، إذا نضع ناقص ثم جذر بعيد، يعني. العدد ناقص جذر بعيد هو مقابل العدد جذر بعيد. نمر إلى ب أولى. مرة أخرى سنأخذ البركة ونقيس المسافة OB. هي ثم نحصل على ب أولى مماثلة ب بالنسبة ل O. غادي نستعملو لون قريب من اللون الأزرق السابق، إذا هنا غادي نسميو ب أولى، هي هادي. إذا ترى ما هو أفصولها؟ نعم، أفصولها هو مقابل أفصول النقطة ب، اللي هو ناقص ماذا؟ فعلا ناقص جذر مربع 5. نمر الآن إلى النقطة الأخيرة س أولى. مرة أخرى سنأخذ البركة ونقيس المسافة أس هاي، ثم نحصل على النقطة س أولى هاي. س أولى غادي ناخذ لون قريب من اللون السابق، ها هو. إذا س أولى هنا ما هو أفصلها؟ صحيح، أفصلها هو ناقص جذر مربع 10، اللي هو مقابل العدد جذر مربع 10. إذا هنا في هذا المثال استفدنا أكثر وحصلنا على أعداد لا جذرية سالبة. ناقص جذر مربع 2 هو عدد لا جذري سالب، وناقص جذر مربع 5 هو عدد لا جذري سالب، وأخيرا ناقص جذر مربع 10 بدوره عدد لا جذري سالب. متفقين؟ والطريقة رأيتها قبل لحظات وتوضح المراحل. يلا غادي نكتبوا هذه المعلومات في دفتر الدروس. عنوان الفقرة الموالية: تمثيل الأعداد اللاجذرية على محور. على محور ديوي معلوم نعتبر النقاط A ذات الأفصول جذر مربع 2 و B ذات الأفصول جذر مربع 5 و C ذات الأفصول جذر مربع 10، ولننشئ A أولى و B أولى و C أولى مماثلات A و B و C على التوالي، على التوالي بالنسبة ل O. ثم نرسم الشكل. الشكل هو اللي تعاملنا معه قبل لحظات، هو اللي غادي نعاودو نرسمو من جديد. يلا غادي ترسم هذا الشكل، استعمل الالوان باش توضح لك الفكره. إذن يمكن أن نستفيد أكثر من هذا الشكل ونعطي بعض الملاحظات المهمة جدا، بحال مثلا جذر مربع 2 يمكن أن نؤطره بعددين صحيحين طبيعيين، ترى ما هما؟ نعم، جذر مربع 2 محصور بين عددين صحيحين طبيعيين اللي هما فعلا 1 و 2. إذن هذا الأمر ساعدنا في إيجاد تأطير للعدد جذر مربع 2 دون استعمال اللوحة الإلكترونية. إذن جذر مربع 2 هو عدد محصور بين 1 و 2، عقل على هذه المسألة من الآن فصاعدا. ثم جذر مربع 5 هو عدد محصور بين ماذا وماذا؟ فعلا جذر مربع 5 هو عدد محصور بين 2 و 3. تقين؟ ثم جذر مربع 10 هو عدد محصور بين ماذا وماذا؟ انطلاقا من هذا الشكل، صحيح هو عدد محصور بين 3 و 4. نعود نمشيو لناقص جذر مربع 2، هاو عدد محصور بين عددين صحيحين نسبيين، ترى ما هما؟ نعم، محصور بين ناقص 2 وناقص 1. وكذلك ناقص جذر مربع 5 هو عدد محصور بين عددين صحيحين نسبيين، ترى ما هما؟ فعلا ناقص 3 وناقص 2. واخيرا ناقص جذر مربع 10 هو عدد محصور بين عددين صحيحين نسبيين، اللي هما فعلا هما ناقص 4 وناقص 3. متفقين؟ يلا نسجلوا هذه المعلومات. مباشرة بعد الشكل نكتب هذه
الجملة النقطة A أولى هي مماثلة A بالنسبة لـ O، إذن أفصولها هو مقابل أفصول A ونرمز له بناقص جذر بعيد. نعم. أفصول النقطة B أولى هو العدد ناقص جذر ربع 5، ثم أفصول النقطة C أولى هو العدد ناقص جذر ربع وناقص جذر ربع 10. نسجل الآن بعض الملاحظات. ناقص جذر ربع 2 وناقص جذر ربع 5 وناقص جذر ربع 10 هي أعداد لا جذرية سالبة. الملاحظة التالية، يمكن تمثيل جميع الأعداد اللاجذرية على محور. يمكن تمثيل جميع الأعداد اللاجذرية على محور، سواء كانت موجبة أو سالبة، بالرغم من صعوبتها مقارنة مع الأعداد الجذرية. إذن يمكن تمثيل جميع الأعداد اللاجذرية على محور. الملاحظة الثالثة هي تأطير الأعداد اللاجذرية، بحال مثلا جذر ربع 2 هو عدد محصور بين 1 و 2، جذر ربع 5 هو عدد محصور بين 2 و 3، جذر ربع 10 هو عدد محصور بين ماذا وماذا؟ يعني بين 3 و 4. ناقص جذر ربع 2 هو عدد محصور بين ناقص 2 وناقص 1. إذن يمكن أن نؤطر الأعداد اللاجذرية انطلاقا من المحور. واضح؟ شوفوا التمرين التطبيقي الآن. على محور دي و اي مثل النقطتين A ذات الأفصول جذر ربع 13 و B ذات الأفصول جذر ربع 13 ناقص 1. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.